خرائط رؤوس الأسهم 40%، البيض 40%، الكحول 40%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمقطع هذا بستعرض لكم تحديث شهر 8 وهو شهر الكوليكتر. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. اليوم بتكلم عن دبل الشهر هذا وهو شهر الكوليكتر، وانا متأكد ان كثير ينتظرونه، وهو شهر الاكس بي. نقدر نسميه شهر الاكس بي لان الوظيفة هذه تعطي اكس بي بالهبل، فاذا حاب تلفل هذا الشهر لك، ونصيحة لا تطوفه. ولكن بالبداية خلوني اشكر اخوي عمار اللي ارسل لي محتويات التحديث هذا قبل ما ينزل. طبعا اللي مو فاهم شنو وظيفة الكوليكتر، هي البحث عن الكنوز، كروت، أمشاط، مشروبات، رؤوس أسهم، يعني وظيفة ممتعة. وبحط لكم رابط خاص في الكنوز، تقدرون تبحثون عن أماكن الكروت والأمشاط والمشروبات. فشنو راح يكون عندنا اليوم؟ راح يكون عندنا خصم 5 قطع ذهب على الوظيفة. إذا كان سعرها 25 ذهب راح تكون ب20، وإذا كانت 20 راح تكون ب15 قطعة ذهب. ولكن نجي للأهم اللي هو التربل على الفلوس والإكس بي. شلون تأخذ التربل على الفلوس؟ لازم يكون عندك حقيبة كاملة من الكوليكتر. شلون يعني حقيبة كاملة؟ مثلا إذا لقيت كرت راح تلقى مكتوب لك مثلا حقيبة كاملة، لازم تجمع مثلا 14 كرت، وانت جمعت واحد فباقي 13 كرت، لازم تمكس الحقيبة هذه علشان تاخذ التربل. اذا جمعت المشروبات الكحول يقول مثلا الحقيبة لازم تجيب 9 كحول، فخلنا نشوفها شلون. نروح للحقيبة، هذه هي حقيبة الكوليكتر، في منها مشروبات، في منها كروت، في منها بيض، في منها رؤوس أسهم. شلون تجيب الحقيبة كاملة؟ مثلا جينا خلينا نقول المشروبات، يبي مني مثلا 9 مشروبات للحقيبة الوحدة، ولكن أنا مجمع 4، يعني لازم أجيب 5 بعد علشان أجمع حقيبة كاملة وأخذ عليها تربل فلوس. ولكن تربل الإكس بي متوفر، أنت مجرد ما تأخذ المشروبات راح يجيك تربل الإكس بي، ولكن تربل الفلوس لازم تجمع الحقيبة كاملة. نروح لشيء ممكن يكون أسهل اللي هو خرائط البيض. تجيب خريطة بيض كاملة، شوفوا يبي بس 9 بيضات عشان تكون حقيبة وتبيعها تربل. اللي تابع المقطع اللي طاف يوم أبيع فيه المشروبات بعت الحقيبة ب180، ولكن الحين راح تكون 180 و180 و180، يعني تربل 3. لازم تركزون في هذا الشيء، وعيد وأشرح لأنه ممكن في ناس ما استوعبت. لازم تجيب الحقيبة كاملة، تجمع 9 بيضات. وإذا تبي أسهل طريقة للبيض تقدر تروح لمدام نزار وتشتري منها بيض أو خريطة البيض. مثلا هذه خريطة بيض تشتريها، وراح تعطيك مواقع تروح تجمع البيض وجمع لك حقيبة وتجي تبيعها دبل الدبل الدبل. فهمتوا الطريقة؟ في طبعا رؤوس أسهم، في بيض، في خريطة الكحول، المشروبات، يعني كلها متوفرة عند نزار. فبالحالة هذه راح تتاجر معاها وانت المستفيد. مثلا شريت البيض ب 19 دولار راح تبيع عليها كم؟ دبل. اذا جمعت الحقيبة راح تجمعها تبيع عليها تربل. اتمنى الشرح كان واضح. نجي الحين للشيء الاهم واللي كثير يمكن مو فاهمينه، هو الاكس بي على كنوز الطبيعة، كنوز سوري الكوليكتر. خلونا نروح نبحث عن أشياء الكوليكتر وأعطيكم الشرح واضح. في كرت فوق، ولكن بتكلم عن نقطة مهمة جدا. في أحد الإخوان سألني وقال لي يا بدر أنا بعت كرت على مدام نزار ولكن ما أعطتني الإكس بي. يا أصدقاء الإكس بي متى تأخذونه؟ أول ما تحصلون على الأشياء، مثلا الكرت هذا أول ما أخذه راح يعطيني الإكس بي، وإذا جيت أبيع على مدام نزار راح تعطيني فلوس فقط. فالإكس بي متى نحصل عليه؟ أول ما نحصل على الأشياء. لو اخذ الكرت هذا راح يعطيني الاكس بي يمين، وراح يعطيني كم جمعت من الحقيبه اللي تكلمنا عنها في بدايه المقطع اللي هو التربل. فخلنا ناخذ الكرت، ولكن قبل ما اخذه انا الوظيفه عندي ماكس، فما راح تعطيني اكس بي للوظيفه، راح تعطيني فقط للليفل.
وراح تحسب لي طبعا كم جمعت من الحقيبة. نشوف طبعا شوف الاكس بي كم عندي. عندي 4171 للليفل. ناخذ الكرت 4171 اوكي. حسب لي 13 من 14 الحقيبة، يعني باقي 11 وحدة علشان تكتمل الحقيبة. نشوف الاكس بي. الاكس بي زاد لي للليفل، ولكن ما حسب لي الوظيفة. ليش؟ لان الوظيفة اساسا انا ماكس، ولكن اذا ما مكستها راح يعطيك 2 اكس بي للشخصية ولي الوظيفة. فمثل ما قلت الاكس بي نحصل عليه متى؟ اول ما ناخذ الكروت، المجوهرات، المشروبات، رؤوس الاسهم. فهذا نظام الوظيفه. ومثل ما قلت الشهر هذا راح يكون فيه تربل على تجميع الكنوز وبيع الحقائب كامله. تجميع الكنوز راح تحصل على تربل اكس بي فقط، ولكن الحقيبه كامله راح تحصلون على تربل فلوس واكس بي. ونروح للي بعده، وعندنا تربل اكس بي فقط على مهمات الفري روم ميشن. وين تحصلونها؟ تجون عند البلود ماني. هذا شكله طبعا في كثير بالخريطه. اذا جيت عنده يخيرك يقول تبي بلود ماني ولا تبي الفري روم ميشن. طبعا تختار اكيد الفري روم ميشن عشان تاخذ اكس بي، لان شهر الاكس بي هذا. تضغط L2 تختار الثانيه اللي هي فري روم ميشن. ونروح للي بعده. الحين يجي شيء بصراحه جدا اسطوري، وهو دبل فلوس واكس بي وذهب على الفيتشرد سيريز المودات. بصراحه اشوفه شيء يحمس، وانصحكم تحرقونه حرق. نلف سامي يسار، بعدين نروح فوق فوق لكويك جوين، بديت تجون لي هذه اللي اسمها فيتشرد سيريز. راح يكون عليها دبل فلوس واكس بي وذهب. الحين فيها دبل فلوس واكس بي فقط. على ما ينزل التحديث اليوم راح تشوفون في فلوس واكس بي وذهب، وهذا شيء جدا اسطوري انصحكم تركزون فيه. نروح للي بعده. والحين عندنا خصم 40% على الخيول. نروح الاسطبل. بعد نروح لهورس باي هورس. عندنا على الورك المفروض راح يكون عليهم خصم بعد ما ينزل التحديث. وعندنا على البريتون. بصراحة هذا مجنون، هذا مجنون. بس يعني شوف سعره، يعني 550، شوف يعني ما هو غالي بصراحة. بصراحة هذا من الأشياء الجميلة. وعندنا بعد خصم على البستل وتعديلاته اللي هم المسدسات. نفتح الكتاب، نروح للويبون، بعد نروح للبستل. راح يكون عليهم خصم. طبعا هو في خصم الحين، بس راح ينزل خصم ثاني. اتمنى يكون على هذا يعني، ولا هذا راح يكون شيء فخم. يعني هذول الاثنين لو يصير عليهم خصم راح يكون شيء جدا اسطوري، لانهم قالين يعني 600 يعني بالمسدس. ليش قالي المسدس؟ لانك اذا تشتري واحد لازم تشتري اثنين عشان يكون معك دبل، فيكلفك مثلا هذا لو تاخذ 2200، لو كن عليه خصم راح تاخذ اثنين في اقل بكثير. فننتظر ونشوف نوع البستل وعلى تعديلاتهم بعد، مو بس البستل. الحين نروح لمدام نزار لان في خصم على خرائط البيض. نروح نشوف الخرائط مع بعض. الحين نجي للرحالة مدام نزار. اللي مو فاهم وليش قلت رحالة، هذه الوظيفة الوحيدة اللي كل يوم تغير مكانها في 7 أماكن بالخريطة. مثلا اليوم تلقاها هني، بكرة تلقاها هني، بعدين تلقاها تحت، أو تلقاها مثلا عند البلاك ووتر، أو تلقاها هني، أو تلقاها تحت التمبل ويد في أماكن كثيرة.
فعندنا خصم اسطوري على الشفل صراحه خصوماتها حلوه 40% طبعا على الشفل اللي اذا حصلنا كنوز تحت الارض طبعا نحفر ونطلعهم. وعندنا بعد كاشف المعادن اللي اذا قربت عن عند الكنوز اللي ما تبين او تحت الارض راح يعطيك اهتزاز للكنترول وتصيدهم. ممكن احط لكم رابط البحث عن الكنوز. وطبعا عندنا 40% بعد على خرائط الكوليكتر تجي عندها وتشتري مثل ما قلت خرائط البيض، خرائط رؤوس الأسهم 40%، البيض 40%، الكحول 40%. فشيء صراحة أشوفه جدا أسطوري. ومثل ما قلت هذا شهر الإكس بي، يعني لازم تطلعون إكس بي محترم الشهر هذا. وبس هنا أكون وصلت لنهاية المقطع، أتمنى ما نسيت شيء، ونشوفكم إن شاء الله بعد ما ينزل التحديث الرسمي. سلام.